في هذه الحلقة نناقش: الجيش السوداني يحل مجلسي السيادة والوزراء ويتعهد بحكومة كفاءات تقود البلاد إلى الانتخابات، فما هي التداعيات؟ الفريق أول عبد الفتاح البرهان إذن يعلن حل مجلسي السيادة والوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد في المرحلة المقبلة. هذا التحرك العسكري وصفه محتجون بالانقلاب، وقد جاء في خضم توترات يشهدها السودان بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية منذ فترة. البرهان يقول إن ما يقوم به هو تصحيح لمسار الثورة وليس انقلابا، وأكد أن الجيش ملتزم بالمرحلة الانتقالية وسينجز كافة مؤسساتها قبل نهاية نوفمبر المقبل. البرهان أيضا أكد على أن البلاد ستمضي نحو انتخابات عامة في يوليو من العام 2023، وسيبقى الجيش ملتزما بجميع الاتفاقيات الموقعة مع الخارج وملتزما أيضا باتفاق جوبا للسلام. في ردود الفعل الدولية طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة جميع الأطراف بالتهدئة وتهيئة الأجواء لانتقال سلمي للسلطة للمدنيين والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني. إقليميا، دعت الجامعة العربية ومصر والإمارات والسعودية ودول أخرى كافة الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس. إذن في المحصلة، ما هي الدوافع التي وقفت وراء هذا المنعطف السوداني؟ وما هي فرصه لتحقيق الهدف المنشود منه؟ وكيف يمكن للسودان أن يواجه الانتقادات الدولية لما تم اعتباره انقلابا عسكريا؟ إننا نؤمن بأن هذه الثورة العظيمة ماضية بعون الله. الأزمة في السودان دخلت مسارا دراماتيكيا ينطوي على تداعيات لم تكن متوقعة حتى قبل ساعات من إقدام الجيش السوداني على تولي السلطة. الانتقادات التي صدرت من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لما تم اعتباره انقلابا عسكريا تضع السودان أمام معضلة علاقات دولية لا يستطيع تجاهلها، لا سيما وأنها مصادر دعم اقتصادي لا غنى عنه. الولايات المتحدة كان لها النصيب الأكبر من تلك الانتقادات، لا سيما وأن مبعوثها الخاص إلى إفريقيا جيفري فيلتمان كان يقود جهودا لحل الأزمة ويعرب عن التفاؤل بالتوصل إلى مخرج منها، ولكنه فوجئ بعد ساعات بانهيار تلك الجهود. والتعقيد في العلاقات بين أطراف الأزمة يمتد إلى حقيقة أن الذين ينتقدون إجراءات البرهان هم أنفسهم لم يتمكنوا من حل خلافاتهم مع بعضهم البعض. اعتقال عدد من الوزراء واحتجاز رئيس الحكومة عبد الله حمدوك أثار المخاوف من انهيار فرص الحوار السياسي، والوزراء الذين بقوا خارج دائرة الاعتقالات ومنهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي دعوا إلى مقاومة الإجراءات بكل الوسائل السلمية. المهدي قالت إن السودانيين لن يتسامحوا مع إراقة الدماء أو تعريض حياة حمدوك لأي أذى، لا سيما وأنه شخصية ذات مكانة إقليمية ودولية فضلا عن جهوده في التوصل إلى حلول للأزمة في البلاد. ولا يبدو من الإجراءات التي اتخذها البرهان أنها تقصد إلحاق الأذى بأي أحد، وبدت نوعا من محاولة الخروج من سجال سياسي طال الدوران فيه، إلا أن هذه الإجراءات عرضت مسارا قد لا يستطيع المجتمع الدولي ولا السودانيون أنفسهم أن يتأقلموا مع اشتراطاته الجديدة. ومع الاعتراضات الدولية المحتملة وعودة الاحتجاجات إلى الشوارع والعجز عن تجاهل الحراك المدني، فإن البلاد تبدو وكأنها تقف أمام منعطف سياسي واقتصادي لا سبيل لمعرفة نهاياته. أبدأ النقاش وأرحب بضيوفي الكرام عبر الهاتف من الخرطوم: السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، ومن
وأيضا من الخرطوم السيد علي جمال علي الناطق الرسمي بالإنابة للتجمع الاتحادي، وأماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية معنا من القاهرة. أهلا بكم جميعا على شاشة الغد، وأبدأ معك سيد مبارك الفاضل المهدي في الخرطوم. إذن في الوقت الذي كانت تسير فيه المفاوضات ومساعي الوساطة بين المكونين العسكري والمدني آخر الجهود الأمريكية، يعني هذه القيادة العسكرية تخطو خطوة وصفها الكثيرون بالانقلاب، ما هي الدوافع وأين إلى أين يمكن أن تصل؟ شكرا جزيلا. الحقيقة هناك أزمة استطالت، أزمة سياسية وانقسام في المجتمع السوداني، انقسام سياسي وانقسام إثني، وظل هذا ظلت هذه الأزمة يعني تراوح مكانها وتتصاعد بين القوات المسلحة، قيادة القوات المسلحة وإعلان الحرية والتغيير، واللي هي مجموعة تحالف فضفاض لكنه لم يكن يملك رؤية أو برنامج. ولذلك بعد أن سقط عمر البشير الذي كان يوحدهم اختلفوا حول السلطة وتصارعوا حولها وانقسموا عدة انقسامات، وأصبح الآن ثلاثة مجموعات. الصراع تنام بينهم بين مجموعة ألف التي كانت تسيطر على ما يسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وبين قيادة القوات المسلحة، ودخل على الخط المجموعة باء التي سيرت مواكب واعتصام في الخرطوم، ووصل القلق والتعبئة إلى يعني نهاياتها. كان من المنتظر أن السيد رئيس مجلس الوزراء يقوم بتنفيذ هذا الاحتقان الكبير الذي حدث بالاستجابة لحل الحكومة. حل الحكومة كان سيمكن أن الأطراف كلها أن تجلس بنفوس هادئة وتعيد التفكير وتحاول أن تصل إلى اتفاق، ولكن لا هو ولا الوسيط الأمريكي. الوسيط الأمريكي أخطأ لأنه حصر الحوار ما بين أطراف الصراع فقط، ولم يوسع هذا الأمر إلى القوى السياسية العريضة في البلاد. فهذه القوى التي كانت تتصارع سياسية لا تمثل أغلبية أهل السودان، هناك قوى كثيرة خارج هذا التحالف، وهذه هي واحدة من مشاكل الأزمة. أنا أرى الآن المشهد تعقد أكثر، لا بد من ضبط النفس، لا بد من العودة إلى طاولة الحوار، ولكن هذه المرة إذن سيد المهدي، ما هو موقفكم مما جرى أنتم في حزب الأمة؟ يعني تحدثت بأن الخلافات بين المكونات الثلاث التي سميتها هي أدت إلى هذه النتيجة. الآن وفقا لما يجري والإجراءات التي أعلنها الفريق أول البرهان، ما هو موقفكم في حزب الأمة؟ ظللنا منذ سنتين ندعو لتوسيع قاعدة الحكم الانتقالي وإلى حكومة تكنوقراط من خبراء من الخدمة المدنية ليديروا البلاد وللانتخابات المبكرة. هذا هو موقفنا المبدئي، ولذلك نحن دعونا القوات المسلحة والحرية والتغيير بأنه يدعو القوى السياسية لكي يتوافقوا على وضع جديد، لأنه كان واضح الأزمة الموجودة. نحن الآن ليس مع الطريقة التي تم بها الحل، لأن الطريقة التي تم بها الحل تعقد أكثر من أنها تيسر الحلول، لأن الحل تم عسكريا، وعسكريا بالنسبة للكثيرين أنه لا يفرق بين الطريقة تم بها الحل وبين ما قيل من البرهان في أنه سيسير في مسيرة التحول، وبالتالي اعتبر هذا
انقلاب عسكري. نحن مبدئيا ضد الانقلابات العسكرية والعودة إلى الحكم الشمولي، ولذلك نرى الآن الحل هو أن الجميع يعود إلى طاولة لكن كل القوى يطلق سراح رئيس الوزراء ووزراءه المعتقلين، تجلس كل قادة القوى السياسية ليبحثوا حلول. نعم. سأعود لك سيد المهدي ربما لنستشف ما إذا كان هذا الحل متاحا في المستقبل القريب، ولكن أرحب الآن السيد أو الدكتور أسامة أحمد مصطفى الكاتب المختص بالشؤون الأفريقية والشرق الأوسطية، انضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن. أهلا بك دكتور أسامة. وأذهب إلى السيد جمال علي في مدينة باث في بريطانيا. إذن السيد البرهان يتحدث عن تصحيح المسار، لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ ألم يكن هناك فشل من الحكومة الانتقالية بتشكيل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، وأيضا انقسام المكون المدني، انقسام قوى الحرية والتغيير بين المجلس المركزي ومنصة التأسيس أدت إلى أن يخطو الجانب العسكري خطوة لتصحيح المسار؟ نعم سيد علي. تحدث أنا أسامة ولا؟ سيد علي تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال والصوت لا يصل إلى ضيفنا من باث. أحيل السؤال إلى السيدة أماني الطويل في القاهرة. ما الذي أدى بالوصول إلى هذه النتيجة؟ أليس المكون المدني أخفق في الوحدة والاتفاق على منهج واحد والخلافات التي عصفت مؤخرا بهذا المكون وانقسام الحرية والتغيير أدت إلى أن يخطو المكون العسكري بهذه الخطوة لإنقاذ البلاد؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. أنا الحقيقة لا أوافق على هذا الطرح مطلقا. نعم نريد أن نسمع رأيك. الحقيقة أن البيئة السياسية في السودان البيئة السياسية في السودان كانت هي بيئة فيها صراع على السلطة بين مكونين، بين مكون القوى الحديثة والأحزاب السودانية بما فيها حزب الأمة، وبين النظام القديم اللي هو المؤتمر الوطني ورموزه والجبهة القومية الإسلامية وكذا. وبالتالي حينما مارس تحالف الحرية والتغيير تغولا على النظام القديم عبر لجنة إزالة التمكين حدث تململ كبير. هذا التململ عبر عن نفسه في أزمة شرق السودان، وعبر عن نفسه حينما قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعليقا على المحاولة الانقلابية الفاشلة أن الفلول ليسوا مسؤولين عن هذا الانقلاب، وذلك ردا على عبد الله حمدوك الذي حاول أن يستثمر الانقلاب لصالحه وقال أن النظام القديم هو المسؤول. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن صراع بين الثورة بقواها السياسية والمدنية وبين النظام القديم. هناك بعض الأخطاء التي مارسها تحالف الحرية والتغيير ومنها الانقسام، وأنا هنا لا أتحدث عن الانقسام بين المجلس المركزي وبين تحالف الميثاق للوفاق الوطني الذي يقوده مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، لكني أتحدث عن انقسام النواة الصلبة للثورة وهي تجمع المهنيين ثم انسحاب الحزب الشيوعي وغيره. طبعا ده أخل بتوازنات القوى بين المكون العسكري والمدني، وجعل المكون العسكري يحاول أن تمتد رئاسته للمجلس الانتقالي وأن يساهم تحالفه مع كل من جبريل إبراهيم ومنه أركو ميناوي في اتفاقية السلام جوبا، أن يكون هذا التحالف رافعا للمكون العسكري في تحركه الآن للاستيلاء على السلطة كاملا في السودان.
إذا كانت هناك نية لدى المكون العسكري أن يسلم أو أن يلتزم بمسألة الانتقال الديمقراطي، لم يكن ليقاوم تسليم رئاسة المجلس الانتقالي. طبعا المكون العسكري لديه عدد من المبررات، ولن أقول أنها انقسام القوى المدنية لأن ده أهون الأمور، لكن لديه حرب على الحدود مع إثيوبيا مثلا، دي تحديات استراتيجية. لديه أزمة شرق السودان وظفها لصالحه صحيح، لكن هو يعلم تماما أن هذه الأزمة قابلة للانفلات كما انفلتت أزمة دارفور. هو لا يستطيع أن يسيطر على تفاعلاتها الداخلية والتفاعلات المتوقعة، وخصوصا مع وجود مصالح إقليمية ودولية في هذا الإقليم. إذن نحن نتحدث الحقيقة على مستويات من الصراع لا يمكن تبريرها بمستوى أن انقسام المدنيين أدى أو أن تشكل المدنيين. إذن وصول الوضع في السودان إلى حالة من العقم والسجال السياسي العقيم. دعيني أتحول إلى السيد الفاضل المهدي. إذا كانت المسألة مسألة محاولة للخروج من هذا السجال السياسي العقيم والذي لم يفضي إلى أي نتيجة، هل هذا هو الخيار الصحيح أمام المكون العسكري من أزمة العقم هذه وتعقيداتها، أم ربما ما أقدمت عليه القيادة العسكرية أضاف مزيدا من التعقيدات وربما زاد الطين بلة؟ ما هو رأيكم في حزب الأمة؟ تحية للأستاذة أماني، لكن أنا لا أتفق معها في كثير مما تفضلت به من تحليل، خاصة فيما يتعلق بلجنة إزالة التمكين، لأن هذه اللجنة قبض على معظم أعضائها وكيل النيابة الذي كان يتولاها وضباط الشرطة الذين يجرون التحري، قبض عليهم وهم متلبسون بالفساد، يعني يبتزون الشركات والأجانب ووجدت عنهم أموال كثيرة، وهذا مثبت الآن وفي المحاكم. القضية ليست تصفية نظام سابق، القضية مجموعات البعث واليسار حاولت أن تستغل هذه اللجنة التي كان قانونها يتعارض مع الدستور في استبدال التمكين الإخواني بتمكين يساري في مؤسسات الدولة وبابتزاز الشركات ورجال الأعمال وجمع الأموال وغيرها. فهذه نقطة مهمة، يعني يجب أن لا نضع النداء أن هم كانوا يحاربون الفلول ويحاربون أولا هؤلاء كلهم شاركوا مع النظام السابق، يعني لم يكونوا بعيدين من النظام السابق. لكن نرجع لسؤالك، أنا أعتقد أن الطريقة التي تصرف بها الجيش لم تكن الطريقة السليمة التي يمكن أن تخدم في الحل. أنا أعتقد أنها هي الآن هي نفسها أصبحت مشكلة، لأنه هناك عدم ثقة وهناك يعني انقسام في الساحة. فالطريقة التي تم معالجة القضية بها من جانب القوات المسلحة، لأنه أصلا حدث انفجار للأزمة وانهيار لهذه الشراكة بين الطرفين، وبالتالي تصرف الجيش تصرفا يعتبر تصرف انقلابي، لأنه هو فعلا شكله انقلابي، يعني حتى ولو كان المحتوى غير انقلابي، ولكنه جاء القائد العام وأعلن حل كل هذه الأجهزة والحكومة وحل هذه الشراكة وكذا. وبالتالي كنا نفضل نحن أنه يلجأ للقوى السياسية، يعني يوسع دائرة التشاور، لأنه مجموعة الحرية والتغيير نفسها كما قال عنها السيد الصادق المهدي رحمه الله في آخر وثيقة سياسية كتبها، قال قوى الحرية والتغيير هذه أحزاب لافتات لا بد تجاوزها لاصطفاف وطني يضم القوى المجتمعية، لأنه إذا ذهبنا استمرينا بهذه القوى سوف تحدث كارثة. وفعلا كان صادقا في حدثه، حدثت كارثة فعلا،
لأن هذه القوى لا تملك قاعدة اجتماعية أو جماهيرية، وهي كانت تستثمر الفترة الانتقالية لكي تحكم، لأنها ليست لديها حظوظ انتخابية. وبالتالي من البداية طولت الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات ثم إلى 4 سنوات. والفترات الانتقالية معروف عنها أنها فترات فوضوية، لأنه لا يوجد من هو مفوض ليحكم، وبالتالي كل طرف يقول أنا مفوض، أنا أملك. ولكن لماذا نحمل مسؤولية فشل الانتقال وهذه وبناء هذه المؤسسات، مؤسسات الانتقالية، المجلس التشريعي، إلى المكون المدني فقط؟ أليس الكل مسؤول عن فشل الحكومة في الوصول وتحقيق هذه الأهداف المرحلية؟ الفشل مشترك طبعا، لكن اللوم الأكبر على المكون المدني، كما قال المبعوث الأمريكي فيلتمان، أنه خلافات، قال بالأمس، خلافات القوى السياسية المكونة للحرية والتغيير هي اللي أعاقت تشكيل المؤسسات، مؤسسات الفترة الانتقالية، المجلس التشريعي ومفوضية القضاء العالي والمحكمة الدستورية يعني كل والمفوضيات، مفوضية الانتخابات والمفوضيات المتنوعة التي تم الاتفاق عليها. وصلت هذه الفكرة. دعني أنتقل إلى الدكتور أسامة في واشنطن. ما هو التوصيف الذي ينطبق على ما يجري في السودان، هذه الإجراءات التي أقدم عليها الفريق أول عبد الفتاح البرهان؟ هل هو تصحيح للمسار أم ربما للقفز على استحقاق تسليم قيادة مجلس السيادة للمدنيين الشهر المقبل؟ نعم، أنا أتفق تماما مع أنه المرحلة يجب أن كان يتصرف فيها المكون العسكري في مجلس السيادة بحكمة أكثر أفضل من هذا، ولكن يبدو أنه كما أشرنا في لقاء سابق أن الضبابية كانت واضحة جدا في تصرف المجلس العسكري فيما يتعلق بانتقال المجلس السيادة إلى المدنيين، وهذه هي معضلة باعتبار أنه في نوفمبر القادم حصل استباق وحصل قفز إلى الأمام، وفي نفس الوقت حصل تقويض للوثيقة الدستورية في وقت قبل الدخول إلى نوفمبر. وطبعا الإشكالية أيضا تتمثل في الخلافات التي تدور ما بين مكون العسكري نفسه في مجلس السيادة ومجلس السيادة ككل، وأيضا في ما بين الحرية والتغيير بكل مكوناتها. الآن حرية التغيير حصل فيه انشقاق، حصلت اللي هو تظاهرة القصر، هي فئة من مجموعة الحرية والتغيير وقصر الجمهوري. نعم، وهم أيضا نفس الفئة في اعتصامهم على الثورة اللي قامت في 21 أكتوبر، لكن في اعتقادي انه رئيس مجلس الوزراء فوت الفرصه لنفسه بالتفويض الكبير اللي حدث من الشعب والجماهير في يوم 21 اكتوبر. كان في يده ان يصدر قرارات كثيره فيما يتعلق بحل مجلس الوزراء وتكوين وزارات جديده ووزراء جدد، كان في يده انقاذ ما يمكن انقاذه، ولكن طبعا كل له تقديره. اما تصرف المجلس العسكري في هذا الوقت بهذه الطريقة، هذه هي من الخطورة بما كان، وهو حيحقق زيادة من عدد يعني كمية أكبر من الاحتقان الذي ممكن يؤدي إلى انفجار أكبر من ما نحن فيه الآن. الوضع في السودان للأسف الشديد منذ استقلال البلاد وحتى اليوم يتكرر نفس النمط، نفس المنهج، انقلاب عسكري، تكوين حكومة مدنية، تفشل في إدارة الدولة بنفس الآلية، نفس الفكرة اللي هو الخلل بتاع الفئوية والتشرذم والمحسوبية. ولكن ألا ترى سيد دكتور أسامة أن هذه المسألة ربما بسبب تعقيدات الثقافة والممارسة السياسية المعهودة في السودان التي لم يغب عنها العسكر يوما عن تصدر المشهد؟
خلينا أقول جزء آخر، المشكلة في السودان المكونات السياسية كلها منذ الاستقلال حتى اليوم لم ينجحوا في تكوين فكرة سياسية اقتصادية جامعة تحل كل قضايا السودان المتنوع وتطرح المساحة لكل الناس تعيش وتمارس الحياة السياسية بشكل جيد في السودان حتى اليوم، وهذه هي المعضلة. ولذلك عندما تحصل فوضى، من البدير المسألة بعد الفوضى؟ وكم في ما فيش أمن في، يعني لو تابعت في الفترة الأخيرة يعني كثير من الفوضى الأمنية، الخطف والقتل داخل العاصمة وليست في الأرياف. فبالتالي لا بد من تحرك أمني، تحرك الأمني في الوقت الراهن في يد الجيش وجماعة حميتي. نعم أستاذ علي، في باث في بريطانيا، أعيد السؤال عليك، لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ يعني ما الذي قدمته الوساطات الإقليمية والدولية وأخرى الوساطة الأمريكية، وأيضا هناك وساطة ومبعوث بريطاني إلى القرن الأفريقي؟ أين كان الاستعصاء ولماذا وصلنا إلى هذه النتيجة؟ من يتحمل مسؤولية الوصول إلى ما وصلنا إليه؟ بداية مرحبا بك وضيوف الكرام، حياك الله. بداية حديثي أطرحهم على أرواح 3 شهداء سقطوا اليوم برصاص القوات الأمنية في السودان، وأكثر من 70 إصابة. أول ما ممكن أبدأ به كلامي سؤالك عن هل ما قام بها عبد الفتاح البرهان هو تصحيح لمسار الثورة أم انقلاب؟ الإجابة هي واضحة كالآتي: عبد الفتاح البرهان لم يقم بالثورة حتى يصحح مسارها، من قام بالثورة هم الشعب السوداني. بعض ضيوفك الكرام مع كامل احترامي وتقديري تحدثوا عن أشياء لا علاقة لها بالواقع. انقسامات أثنية في السودان الآن، لا يوجد انقسام أثني في السودان. كنت شخصيا متابعا للغرفة الإعلامية لمواكب 21 أكتوبر التي خرجت ولم يرد ذكرها الآن، كانت من أقصى غرب السودان، من غبيش، من نيالة، من الجنينة إلى أقصى شرق السودان، في أقصى نقطة حدودية مع أثيوبيا منطقة الفشكة، إلى أقصى بورسودان في الشرق، إلى أبو حمد الشمالية، الوسط في مدني، في سنار، في النيل الأزرق، في الخرطوم. هذه المواكب لم تخرج إلا بشعار واحد، هو استدامة التحول المدني الديمقراطي. نعم، ولكن هذا لا ينفي وجود انقسام كبير داخل القوى السياسية وتحديدا داخل هذا الجسم الذي تشكل في يناير عام 2019، القوى الحرية والتغيير. الآن هناك المجلس المركزي، هناك من يتبع منصة التأسيس ويقول أن هناك بعض الأحزاب وبعض الجهات السياسية استبعدت من الحكومة ومن النشاط السياسي لهذه الحكومة. أيضا ما تحدثت عنه، الشرق الآن تؤيد السيد عبد الفتاح البرهان وما قام به من إجراءات. إذن هناك انقسام حقيقي في الشارع السوداني. هو دعنا أوضح موقفي. من يتحدثون الآن فيما يسمى بمنصة التأسيس عن استبعادهم من داخل السلطة في السودان هم وزير المالية دكتور جيفري إبراهيم. كيف يمكن أن يتم استبعادك وأنت وزير المالية ومالية الحكومة؟ حاكم إقليم دارفور السيد مني أركم الناوي، كيف يتم استبعادك من السلطة وأنت حاكم إقليم دارفور؟ ما حدث يا سيد الكريم، الحرية والتغيير هو تحالف تم في إعلانه في يناير عام 2020. هذا التحالف كانت به مجموعة من القوى الكفاح المسلح، الجبهة الثورية هي كانت ممثلة داخل كتلة نداء السودان. بعد سقوط النظام هذه الكتلة قالت هي ليست جزءا من نداء السودان، هي تريد أن تفاوض كجسم مستغيب. ذهبت الحرية والتغيير وجلست معها كجسم مستغيب في اتفاق سلام جوة. اتفاق سلام جوة
أعطى هذه التنظيمات نصيبها من الحكم. ما يحدث الآن هو أن هناك مجموعات كانت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه. هذه لا يمكن بالمنطق أن تكون مشاركة في الفترة الانتقالية. إذا على من ثرنا إذا كنا سنعيد مرة أخرى؟ نعم. إن كانوا مع النظام لكن وصلت هذه الفكرة. تبقون معي ضيوفنا الكرام جميعا، ولكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نتابع برنامج وراء الحدث. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أتابع الحوار وأرحب بضيوفي سيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، والدكتور أسامة أحمد مصطفى من واشنطن، والسيد علي جمال علي من باث في بريطانيا، والسيدة أماني الطويل من القاهرة. أستاذة أماني، يعني ما جرى في السودان، وهناك كان محاولات للوصادة لم تصل إلى نتيجة. الآن هناك اتصالات دولية وأقليمية، واليوم كان هناك اتصال بين جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي والسيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية. أين يمكن أن تصل هذه الاتصالات الأمريكية المصرية؟ أهلا بك مرة ثانية، والتحية موصولة للسيد مبارك المهدي. الحقيقة من غير المتوقع أنه تصل إلى يعني أي تغيير في المشهد من حيث يعني حصول المكون العسكري والسيد عبد الفتاح البرهان على سلطة مطلقة. يعني لا أظن أن السيد البرهان سوف يتراجع إلا بضغط من الشارع السوداني، وهذه مسألة رهن الاختبار في المرحلة المقبلة. يعني خلال اليومين الثلاثة اللي جايين هنفهم خريطة الشارع السوداني شكلها إيه، ومدى الضغط الذي قد يمارسه، وما هي الوسائل التي سوف ينتهجها يعني المكون العسكري وقوات الدعم السريع ضد التظاهرات السودانية. هذه هي الحاكمة والحاسمة في ممارسة نوع من الضغط على الأداء أو التطور الذي جرى صباح اليوم. أما القوى الدولية والإقليمية فلا أظن أنها سوف تساهم إلا بتحسين المشهد. يعني بمعنى إيه؟ أن يتم الإفراج عن المعتقلين، عن عبد الله حمدوك ورفاقه من الوزراء وقيادات الأحزاب السياسية، أنه يتم تكوين حكومة تنفيذية بوجوه مرضي عنها ليس عليها خلافات. يعني كلام من قبيل تحسين المشهد. أما تغيير الموقف لا أظن أن أي قوة إقليمية أو دولية قادرة نعم. على التدخل فيه في الحقيقة. نعم، ما هو رأيك السيد الفاضل المهدي؟ ما هي المساعي الحقيقية لمحاولة تطويق هذه المسألة؟ وهل ستنجح هذه المساعي؟ يعني بطريقة أخرى، هل هناك من يسعى أو يعمل على هذا الأمر؟ أنا أعتقد يمكن أنه تطويق هذه الأزمة. كيف؟ والفرص موجودة، لأنه الحقيقة الخيارات غير تطويق الأزمة خيارات مخيفة، لأنه يجب أن نأخذ في اعتبارنا الوضع في الجيش غير طبيعي. الوضع في الجيش متململ ومتمرد بسبب ظروف الاقتصادية والمعيشية، وبسبب استفزازات المدنيين من الحرية والتغيير وإساءاتهم للجيش. يعني المدنيين السياسيين حتى من الحرية والتغيير لم يستطيعوا أن يفرقوا ما بين البشير ونظامه وما بين القوات المسلحة السودانية، وبالتالي هذه الإساءات والإساءات الأخيرة التي شارك فيها وزراء مثل وزير الصناعة ووزير مجلس الوزراء وعضو مجلس السيادة للفريق البرهان نفسه، هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لهذا التحول. لأنه القوات المسلحة إذا يعني تنظر إلى البرهان إذا لم يتخذ إجراءات، هناك كان وما زال
أن يحدث انقلاب، وإذا حدث انقلاب نحن سندخل في سيناريو سوريا واليمن، وأنا أحذر من ذلك، أن الناس يعتبروا أن هذه هي قضية بين مكون عسكري وبين حرية وتغيير وحمدوك وكذا. لا، هذه القضية أعمق من ذلك كثيرا، وهذه القضية ستودي بالسودان إذا لم يعقل الجميع ويجلسوا ومعهم المجتمع الدولي والإقليمي لكي يجدوا حلول. المشكلة كلها كانت في استطالة الفترة الانتقالية وفي طموحات الأحزاب التي قال عنها صادق المهدي أحزاب لافتات في أنها تريد أن تمارس السلطة وهي غير قادرة على إدارة البلاد، ليست لديها القدرات وليس لديها البرنامج وليس لديها اتفاق فيما بينها. نعم. وبالتالي في النهاية هي استفزت القوات المسلحة وأضعفت إدارة الدولة. الدولة أصلا تعاني من مشاكل كثيرة وحروب وغيرها. وصلت هذه الفكرة. دعني أتحول للدكتور أسامة في واشنطن لأسأله، هل انهارت جميع فرص وخيارات الحوار السياسي، العلاقة بين مكونات الحكم، هل يمكن أن تعود الشراكة من جديد أم الأمر بات مستحيلا؟ هو بالتأكيد لم يعد الأمر مستحيل، ولكن يمكن أن تكون هنالك مبادرات من الداخل في المقام الأول، حاضنة داخلية لمحاولة رأب الصدع بين الأطراف، وإقليميا أيضا، وحاضنة دولية، يعني ممكن تتكون هذه الحاضنات وتكون وساطات منطقية تطرح القضايا بشكل شفاف وتوسع دائرة المشاركة من كل الفئات السودانية في المرحلة هذه، لأن إحنا في مرحلة انتقالية، يفترض التعامل مع المرحلة الانتقالية كمرحلة انتقالية تمهيد للتحول الديمقراطي وليس مرحلة بتاعت. ولكن ربما تابعت يعني المواقف الدولية يعني التي في أكثر من عاصمة تعبر عن القلق بما يجري من أوضاع في وتطورات في السودان، الدعوة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه في بشأن المرحلة الانتقالية. ألا تبدو هذه المواقف باهتة نوعا ما، ربما لا تقدم ولا تؤخر؟ هي طبعا معظم المواقف الدولية لا ترغب في التدخل بشكل مباشر في الشأن الداخلي للسودان باعتبار الإشكالية معمقة، الاحتقان واضح جدا لكل الأطراف، فأي طرف خارجي بيحاول أن يقدم مبادرته في إطار يحفظ فيه تعامله مع كل الأطراف في السودان، وهذه هي الإشكالية اللي ممكن تطول فترة التوافق ما بين الأطراف. ولكن داخليا كما أشار أستاذنا مبارك الفاضل فإنه المرحلة صعبة وتحتاج إلى حكمة، والحكمة ليست فقط من خلاص إحنا فقدنا الأمل في إنه ممكن المكون العسكري يكون عنده حكمة، ولكن المكون المدني، الحرية والتغيير، الخلافات اللي حصلت، المجموعة اللي كانت بتدير مسألة التمكين، أيضا التفلتات اللي حصلت تجاه القوات العسكرية، كلها أدت إلى احتقان بعيد المدى. هذا الاحتقان يحتاج إلى حاضنة من الحكماء في هذه المرحلة يديروا المسألة. نعم. حتى يعني يقدموا مقترحات، هذه المقترحات ممكن توزع على مستوى التكنوقراط في إدارة الفترة الباقية من الفترة الانتقالية. نعم. والمخاض ربما طويل، وعلمتنا التجارب أن المراحل الانتقالية تتعثر كثيرا. سيد علي، تعويل الحرية والتغيير المجلس المركزي على دعم المجتمع الدولي، يبدو أن هذا التعويل على الدعم لم يكن في محله أو تمت قراءته بصورة خاطئة، أليس كذلك؟ الحرية والتغيير لا تعول على الدعم الدولي بشكل أساسي، هي تعول أساسا على الشعب السوداني. من فجر هذه الثورة هم الشعب السوداني، من سيحميها هم الشعب السوداني. الأحاديث التي الآن على الفضاء
عن محاولات الانقسام، عن ان الاساءات للقوات المسلحه. لم يسيء احد للقوات المسلحه. الفريق عبد الفتاح البرهان في مجلس السياده يعامل كسياسي، هذا منصب سياسي، قياده البلاد هي امر سياسي، يتم انتقاد توجهاته السياسيه. لم يتحدث عن القوات المسلحه باي شكل من الاشكال، ولم تنقطع الصله ما بين الشعب وجيشه. هذا في المقام الاول. في المقام الثاني، لجنة تفكيك النظام السابق أو لجنة تفكيك التمكين، هناك حديث عديد الآن قالها ضيوفك عن فساد داخل اللجنة، وتم القبض على مجموعة وكيل نيابة وشرطي. من الذي قبض عليهم؟ تم القبض عليهم من داخل اللجنة نفسها. هذا أمر طبيعي يوجد في أي مكان في العالم أن يكون هناك أجسام بها فساد. ولكن السيد البرهان أمر بحل هذه اللجنة للعودة من جديد لدراسة أسلوب عملها. وأين أصابت وأين أخفقت هذه اللجنة؟ ما الضير في ذلك؟ هذا الحديث كنا نقوله من قبل هذه الأحداث. اللجنة هي جسم وهو منتوج بشري خاضع للتغييم، خاضع للإصلاح، لكن تفكيك نظام 30 من يونيو ونظام المؤتمر الوطني السابق هو أحد مكتسبات ثورة ديسمبر، ولا تنازل عنه ولا تراجع منه. تسليم السلطة للمدنيين هذا أمر أتى وفق الوثيقة الدستورية، لا تنازل عنه. المؤسسة العسكرية تمت الموافقة على أن تكون شريك داخل الثورة، لكن هي لم تكن أساسيا في الثورة، لم تخرج في المواكب من بداية ديسمبر حتى أبريل. نعم. بل على العكس، العلاقة الجيدة ما بين الشعب السوداني وما بين جيشه هي التي دعته على أن يعتصم أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. نعم. الآن لا يوجد حديث عن إساءات إلى القوات المسلحة، لا يوجد هذا الكلام. ما حدث من أوصاف أو من نعوت أو من أحاديث موجهة للفريق عبد الفتاح البرهان هي موجهة له بمنصبه، وهو منصب سياسي وليس قائدا للقوات المسلحة. نعم. وصلت هذه الفكرة. دعني أتحول للأستاذة أماني في القاهرة لنتحدث. نبقى أستاذة أماني، سأعود لك أستاذ علي، سأعود لك من جديد. ما مدى القدرة على تجاهل هذه المواقف الدولية، المجتمع الدولي؟ هل يستطيع السودان تجاهل، خاصة أن مصادر الدعم الاقتصادي لا غنى عنها وتعتمد على هذا الدعم الدولي المباشر؟ يعني أنا في تقديري الحقيقة أنه الموقف الدولي سوف يتراجع، سوف يتم قبول التطور الأخير بشكل أو بآخر، ولكن بشروط تحسينه. كما قلت سابقا أنه تحسين المشهد بحيث أنه يكون تحت ظلة حوار سياسي مع قوى سياسية. هذه القوى في الأغلب سوف يتم العودة إلى الأحزاب القديمة اللي هي بيعبر عنها السيد مبارك الفاضل، وربما هذا هو سبب ازدراؤه للأحزاب الأخرى من الحرية والتغيير، وده انقسام تاريخي في السودان بين القوى التقليدية والقوى الحديثة. فربما يعود الوزن إلى الأحزاب التقليدية صاحبة القواعد الجماهيرية النسبية الحقيقة، لأن هذه القواعد أيضا قد تآكلت بحكم الحركات الشبابية والحركات الاجتماعية الحديثة لإيجاد مخرج. لأن كما قال السيد مبارك هناك نوع من المخاطر الحقيقة مسكوت عنه، هو قالها في جملة واحدة وما قالوا عن انقسام إثني وهو واقعي وحقيقي. الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام دارفور هي حركات تملك قوات في العاصمة الخرطوم، ومن هذه الزاوية ربما يتم تمرير الانقلاب العسكري من جانب بعض القوى الاجتماعية لأنها تخاف من الحركات الدارفورية. يعني أيضا منه أركو ميناوي الحقيقة قال تعبيرات عنصرية ضد مكونات أو بعض مكونات الحرية والتغيير. إذن هذا حساب يجب أن نحسب حسابه، هذا انقسام يمكن أن يكون مؤثر على الدولة السودانية. نعم. موقعها جيوبوليتيكي حساس، المصالح الدولية فيها كبيرة، ومن هذا المنطلق أقول أنه سوف ربما يتم التغاضي عن التطور الأخير لسببين. أن المكون المدني أخل بي يعني ساهم في إضعاف نفسه
بشكل أو بآخر، وإن الموقع الجيوبوليتيكي للسودان يمس مصالح دولية أهمها الصراع في النظام الدولي بين روسيا والصين و... نعم. و... وأمريكا و... و... وأهمية السودان و... وأيضا دعيني أتحول معقدة. بهذه النقطة إلى السيد مبارك في الخرطوم، أهمية السودان وأهمية استقرار السودان للمنطقة والإقليم، ألا تدفع إلى حراك وربما محاولات جدية لوقف تدهور الأوضاع والتي تحدثت عنها والسيناريوهات الكارثية المحتملة، أم المسألة هي رهن بهذه السيناريوهات وكيف سيتطور المشهد؟ أتفق أنا مع الأستاذ أماني، بس أقول لها أنه خدتي في بالها أنه إحنا برضو أصبحنا عندنا قوة حديثة كبيرة مش قوة تقليدية بس. طيب انا اقول لك انه الوضع في المنطقه، اثيوبيا في ازمه يعني وانقسامات خطيره قد تودي بانفراط عقدها، ليبيا ما زالت تحبو لكي تؤسس فيها دوله، هذه حدود السودان، تشاد في كف عفريت بعد مقتل ادريس دبي، افريقيا الوسطى، جنوب السودان، كل هذه مناطق ملتهبة. المجتمع الدولي لا يستطيع أن يفرط في استقرار السودان مع كل هذه التعقيدات التي تحدثت عنها. ولذلك أنا أتفق مع الأستاذ أماني أنه سيعود ليتفق على ترتيب المشهد مرة أخرى لكي نعود إلى مسيرة التحول الديمقراطي المدني، لأن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يترك السودان يذهب في المجهول ويعني يتهدد كل الأمن الإقليمي بالوضع الموجود. ثانيا كما قالت الأستاذة أن هناك تنافس بين روسيا وأمريكا، روسيا كانت قد اتفقت مع البشير على قاعدة وقدمت أوراقها، وأمريكا جاءت مسرعة تطلب قاعدة، والسودان الآن العسكريين لم يقرروا بين الطرفين. نعم. أهمية جيوسياسية خاصة للسودان وموقعها على بوابة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. أستاذ أو دكتور أسامة، دعني أتحول إليك بدقيقة واحدة. الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، حكومة كفاءات، من سيكون هذه الحكومة وهل ستكون مقبولة من الشارع والقوى السياسية في السودان؟ أنا في اعتقادي كما أشرت من قبل، بالضرورة تكون هنالك لجنة من الخبراء والحكماء، هم الذين يقدموا مقترح بوزراء التكنوقراط للمرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية. ولكن دعني أرجع قليلا بس للحديث عن موضوع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة في أفريقيا أو في السودان. كما أشار الزملاء، الاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا بشكل مباشر مركز على السودان في المرحلة القادمة، ولكن بالطريقة اللي فيها البراغماتيك إيشو فيما يتعلق بوضع السودان، الراهن لا تستطيع الاستراتيجية الأمريكية أن تدخل إلى السودان بالشكل المدروس المطلوب. فلذلك في اعتقادي أنه الحديث عن احتواء السودان في المرحلة هذه من الحاضنة الأمريكية حيكون فيه صعوبة. فقط حبيت أشير لهذا الجزء. نعم، وفيما يتعلق بالتكوين الحكومة الانتقالية أو حكومة التكنوقراطية التي يجب أن تأتي، يجب أن يكون هنالك خبراء سياسيين حقيقيين هم اللي يقوموا بهذا الدور، وليست يعني انا ما عايز يعني اقدح في اي جهه، ولكن الطريقه التي تمت بها تكوين الحكومات السابقه او الوزارات السابقه كان في كثير من الخلل المتعلق بالاختيار.
نعم، ووصلت هذه الفكرة. الدقيقة الأخيرة مع الأستاذ علي في باث، ما هي الخيارات أمام قوى الحرية والتغيير؟ هناك دعوات للنزول إلى الشارع، هناك دعوات لعدم النزول إلى الشارع حتى لا يزيد الاحتقان ولا تسيل الدماء. خيار شعب المجرب في 64 وفي 85 وفي ديسمبر 2019 العصيان المدني هو سلاح المجرب، ولا أعول كثيرا على المشهد الخارجي أو على وضعية السودان. عندما خرج الشعب السوداني ضد نظام البشير لم يكن المجتمع الدولي قد حسم أمره، لكن انتصرنا. الآن أيضا سنرحب بكل الدول وكل الحكومات الصديقة والشقيقة التي ستدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، لكن القرار الأول والأخير في الشأن السوداني يمتلكه الشارع السوداني ويمتلكه الشعب السوداني. أما بخصوص الانقسام الإثني، أريد أن أكرر مرة أخرى، والآن سأدافع عن مني أكمل، على الرغم من أن الأستاذ مني هو في الكفة الأخرى لم يتحدث إطلاقا كما ذكرت الأستاذة أمانة التغيير، ربما التبس عليه الأمر بعبارة عنصرية. لا يوجد انقسام أثني داخل السودان الآن. حتى القوى الكفاح المسلح، هناك الأستاذ الطاهر حجر، هناك الأستاذ الهادي إدريس، هي كلها هو قوامها من دارفور، لكن هي مختلفة في المواقع. نعم، وصلت الفكرة. أشكرك جزيل شكر، انتهى وقتي تماما. السيد علي جمال علي الناطق الرسمي بالإنابة للتجمع الاتحادي، كنت معنا من باث في بريطانيا، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور أسامة أحمد المصطفى الكاتب المختص في الشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، كنت معنا من واشنطن. الشكر موصول أيضا للسيدة أمانيا طويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والشكر موصول أيضا للسيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. وكل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ألقاكم بخير.